في مشكلة صح. ولا حاجة. النهاردة هنبدأ بقى نتكلم على تصميم وتحليل شبكات توزيع المياه. احنا في المحاضرة اللي فاتت أو المحاضرات اللي فاتت وصلنا لآخر حاجة اللي هي البلاننج، اللي هي تخطيط الشبكة في وفقا لنظام المدينة أو القرية اللي احنا بنعمل لها شبكة مياه. بدأنا من النظام اللي هو التري سيستم، اللي هو النظام القديم اللي قلنا له مشاكل كتير وعيوب كتير، لحد الجريد ايرن سيستم اللي هو النظام الشطرنجي او نظام شبكة الحديد، وده احسن النظم واللي احنا دلوقتي بنصمم عليه، لان له مميزات كتيرة انه بيوزع المية بالتساوي وبعدالة والضغوط متساوية في الشبكة، مفيش مشكلة ما بين اول الشبكة واخر الشبكة وهكذا، وقلنا المميزات والعيوب بتاعته. فبالتالي دلوقتي بقت شبكة المية عندي كبلان موجودة، إن الشارع ده موجود فيه مجموعة مواسير، حددنا المواسير في أنهي شوارع، قلنا الأعماق بتاع الحفر بنحددها حسب قطر الماسورة وما بتقلش عن متر، متر وربع للأقطار الصغيرة، وتوصل لحد 2.5 متر لحد الأقطار الكبيرة. يبقى إحنا ناقص لنا حاجة، لازم نحدد قطر الماسورة اللي ماشية في الشارع ده. واتكلمنا برضو على مجموعة المحابس عشان نتحكم في الشبكة، اللي هي محابس الغلق ومحابس الهواء عشان نمنع الووتر هامر، ومحابس عدم الرجوع، محابس الحريق وتوزيعها والكلام ده. النهاردة هنبدأ نتكلم على ازاي نحدد قطر المواسير. فاحنا هنبتدي بكذا طريقة لحد ايه نبدأ نصمم بيها. يبقى النهارده هنتكلم على طرق تصميم وتحليل شبكات المياه، يعني لو عندي شبكه قديمه عاوز احللها ممكن بالطرق دي نحللها. يبقى احنا عندنا زي ما قلنا ان احنا بعد بقى ما خلصنا الدراسات الاوليه خلصنا البلاننج، بقى عندي شبكه المواسير موجوده في الشوارع، فعاوزين نحدد حاجتين. أول حاجة السايز اوف ذا بايب اللي هو حجم الماسورة أو قطرها زي ما قلنا، وتاني حاجة هنحدد الضغوط والسرعات في المواسير، لأن احنا قلنا بنحقق حاجتين، كمية مية وضغط، بحيث نوصل المية لدور محدد. يعني احنا بنقول هنوصل المية للدور السادس، يبقى عندي والحنفية عشان تشتغل عاوزة 5 متر، يبقى بنوصل 22.5 25 متر هنا. فبالتالي لازم نعمل طريقة بحيث ان احنا نحدد بيها الاقطار والضغوط في الشبكة. اتكلمنا على طرق التصميم اللي هي هنبدأ ندرسها. اول حاجة الايكويفلنت بايب ميثود اللي هي طريقة المواسير المتكافئة، وديت بتستخدم يعني في حاجة وجود عدد محدود من المواسير، عاوز اعمل تشيك على شبكة موجودة، عاوز استبدل مجموعة مواسير، فدي طريقة المواسير المكافئة. الميثود اوف سيكشن دي الطريقه مبدئيه لتصميم الشبكات، يعني في قبل ما اصمم الطريقه الشبكه بطريقه دقيقه فانا عاوز طريقه تفرد للاقطار بصوره مبدئيه، وبعد كده اعمل تشيك هل الاقطار دي هتنقل التصرف بالضغط المطلوب ولا لا. في طريقه ثالثه اللي هي الميثود اوف سيركل، ودي بتستخدم لتصميم الشبكات الفرعيه. يعني انا عندي قلنا عندي نوعين من المواسير، المواسير الرئيسيه والمواسير الفرعيه اللي هي موجوده في الشوارع. المواسير الفرعيه دي بنصممها بطريقه الدايره او الميثود اوف سيركل. بعد كده الهارد كروس ميثود، دي طريقه هارد كروس او طريقه بتحدد لي بقى الضغوط والسرعات بدقه في المواسير، وبتستخدم بقى بعد ما بصمم بالميثود اوف سيكشن، باخد الشبكه بالهارد كروس ميثود اعمل لها تحليل واشوف الضغوط بالظبط. لو انا عاوز احدد الضغط بالظبط وعاوز احدد السرعه في اي ماسوره بنستخدم طريقه هارد كروس. بعد كده في عندي مجموعه طرق اللي هي الكمبيوتر بروجرام او برامج للكمبيوتر للتصميم، ودي برضه بتعتمد ان انا على الميثود اوف سيكشن ان انا بفرض اقطار، والطريقه ديت البيز بتاعها هارد كروس ميثود، بحيث انها تعمل لي تحسب لي بالظبط التصرف والضغط في الماسوره. لكن مفيش طريقه بحط لها شبكه وتجيب لي من برامج الكمبيوتر، يعني
احط لها شبكه وهتديني اقطار. لا، هي انا بحط الشبكه اللي اوت بتاعها البلان وبفرض اقطار، وبعدين الطريقه دي بتبدا تحسب لي التصرفات والضغوط، لو نفع ماشي، مش نفع ابدا اغير الاقطار وهكذا. يبقى دي الطرق اللي احنا هندرسها. اول حاجه بقى قلنا الايكويفالنت بايب ميثود، وهي طريقه المواسير المكافئه. طريقه المواسير المكافئه دي ان انا بستبدل عندي شبكه بسيطه او مجموعه من المواسير، بستبدلهم بماسوره تقوم بوظيفتهم. يبقى تقوم بوظيفتهم يعني وظيفه اي شبكه او اي ماسوره انها تنقل لي تصرف محدد بهيد لوسز محدد، بفاقد في الضغط محدد. يبقى انا لو عندي مجموعه مواسير في مجموعه شوارع قديمه عاوز استبدلهم بماسوره جديده، يبقى الماسوره ديت لازم تقوم بوظيفه المواسير، يعني هتنقل نفس التصرف وتديني نفس الهيد لوسز او الفاقد في الهيد في مجموعه المواسير. يبقى الايكويفالنت بايب، المواسير المتكافئه، هي طريقه ماسوره تخيليه بتستخدم لاحلال مجموعه من المواسير سواء في الطبيعه او في التحليل. انا عاوز احلل النظام، فالنظام ده عاوز ابسطه فبستبدله بماسوره واحده. طب الماسوره ديت عباره عن ماسوره تخيليه، او لو انا هستبدلها في الحقيقه ممكن تبقى حقيقيه. الماسوره دي بتقوم بنفس وظيفه مجموعه المواسير، مجموعه الوظيفه بتاع المواسير انها بتنقل لي تصرف محدد عند هيد لوسز محدد. يعني مثلا لو عندي شبكه بتنقل لي تصرف مقداره 100 لتر على الثانيه، والفاقد في الشبكه دي الهيد لوسز كان 10 متر، يبقى لما اجيب ماسوره تحل محل مجموعه الشبكه دي او مجموعه المواسير، يبقى هتنقل لي ال 100 متر مكعب التصرف، ال 100 لتر على الثانيه، وفي نفس الوقت هيبقى الفاقد فيها 10 متر. لو الشبكه دي بتنقل 50 وتدي 5 متر فاقد، يبقى الماسوره برضو لما تنقل 50 هتديني 5 متر فاقد. يبقى هتقوم بنفس الوظيفه، يعني مع نفس التصرف هتديني نفس الايه الهيدلوس. لما نيجي نتكلم على المواسير المتكافئه، عندي نوعين، البايبن سيريس اللي هي المواسير على التوالي. زي ما احنا شايفين كده في الرسمة، احنا عندنا ماسورة رقم 1 و2 و3، ثلاث مواسير ورا بعض. الماسورة الأولانية قطرها فاي 1 وطولها ال 1، الماسورة الثانية قطرها فاي 2 وطولها ال 2، والماسورة الثالثة فاي 3 وال 3. دول ثلاث مواسير على التوالي، أنا عاوز أستبدلهم بماسورة واحدة. يبقى الماسورة الواحدة دي هتعمل إيه؟ هتنقل الميه من البدايه للنهايه، هتنقل نفس التصرف، ولما تنقل نفس التصرف هتديني نفس الهيد لوس. يبقى مجموعه البايب ان سيريس، مجموعه من المواسير متصله على التوالي يكون لها نفس التصرف. لما نيجي نحلل المواسير دي، هل التصرف اللي ماشي في واحد يختلف عن اللي ماشي في اثنين عن اللي ماشي في ثلاثه؟ لا، هنلاقي ان التصرف هو واحد، يعني التصرف يدخل ماسوره رقم 1 هيتنقل ل2 هيتنقل ل3، يبقى نفس التصرف. طب ايه اللي بيختلف؟ هنلاقي لما التصرف يمشي في ماسوره رقم 1 يحصل هيد لوسز اللي هو اتش 1 اللي احنا شايفينه فوق على الشمال، ده حاصل فاقد في الضغط. طيب في الماسوره رقم 2 هيحصل برضو اتش 2 اللي هو هيد لوسز في الماسوره 2. في الماسوره رقم 3 هيحصل فاقد اللي هو اتش 3. يبقى انا عندي دلوقتي الميه لو مشيت خلال الثلاث مواسير ديت هيبقى عندي فاقد كلي في المواسير اللي هو اتش توتال. الاتش توتال ده هيساوي مجموع الفواقد في المواسير، يبقى اتش 1 اتش توتال هيساوي اتش 1 زائد اتش 2 زائد اتش 3. لكن التصرف اللي ماشي في المواسير ما اتغيرش، يبقى كيو هيساوي كيو 1 زائد كيو 2 زائد هيساوي كيو 2 هيساوي كيو 3. يبقى أنا عندي ثلاث مواسير على التوالي، اللي أنا قدرت أحدده للثلاث مواسير إن نفس التصرف بيمشي في كل ماسورة. تاني حاجة إن كل ماسورة بيحصل فيها فاقد في الهيد لوسز حسب الإيه؟
قطر الماسوره. احنا عارفين الاتش بتساوي بالهازن ويليام، قانون هازن ويليام، بنعوض عندي القطر عند طول الماسوره عند نوع الماسوره، فبنحسب منها الاس، ومن الاس بنحسب منها الاتش اللي هو الهيدلوس، فنلاقي كل ماسوره بيبقى فيها فقر. طب الفرق ما بين نقطه البدايه الماسوره الاولانيه ونقطه النهايه الماسوره الثالثه هيبقى ده اتش توتال، اللي هو الفاقد الكلي في الثلاث مواسير، هيبقى عباره عن مجموع الفواقد في الثلاث مواسير اللي هو اتش 1 زائد اتش 2 زائد اتش 3. طب التصرف هو نفس اللي ماشي في الماسوره الاولانيه، ما احنا مع فرض بقى ان ما بنسحبش اي ميه في النص، يعني عباره عن شبكه مواسير رئيسيه بتنقل الميه، انا ما بسحبش ميه في النص، فبالتالي التصرف في واحد هو نفس التصرف في اثنين هو نفس التصرف في الثالث في الماسوره رقم ثلاثه. النقطه دي واضحه عشان هنبني عليها بعد كده الحل. او في حد له اي سؤال؟ تمام يا دكتور. يبقى دلوقتي احنا عندنا قلنا هنرجع تاني برضو المواسير المتكافئة هي ماسورة تخيلية بتقوم بتحل محل مجموعة من المواسير أو شبكة من المواسير وتقوم بنفس وظيفتها. الوظيفة إنها إيه؟ إنها تنقل عند لما تنقل تصرف معين عند نفس التصرف تديني نفس الفاقد في الهيد، نفس الهيد لوس، بغض النظر عن التصرف. يعني التصرف ممكن يبقى 100 تديني 10، 50 تديني 7، يبقى الماسوره 30 تدي مثلا 4، يبقى الماسوره المكافئه برضو عند ال 100 هتديني 10، عند ال 50 هتدي 7، عند ال 30 هتدي 4، يعني هتدي نفس الايه؟ تعمل نفس الوظيفه مع نفس التصرف تدي نفس الهيدلوسس، يعني مش عند تصرف واحد بس، هي بتحل محلها، يعني بتقوم بوظيفتها، يعني انها عند اي تغير هو بتدي نفس التغير، بتدي نفس الهيدلوس. جينا دلوقتي المواسير المتكافئه عندي نوعين، النوع الاولاني مواسير على التوالي، النوع الثاني على التوازي. هنبدا في التوالي، قلنا مجموعه مواسير ورا بعض، وبنفترض ان مفيش سحب للتصرف في اي ماسوره، يبقى مجموعه التصرف في المواسير او التصرف الماشي في اي ماسوره هو كيو. كيو هي كيو 1 كيو 2 كيو 3، لكن المتغير اللي هو الفاقد في الهيد اللوسز نتيجه مرور الميه، فاقد الاحتكاك في كل ماسوره غير الثانيه. طب الفاقد الكلي في المواسير هيبقى هو مجموع الفواقد في الماسوره الاولانيه الثانيه الثالثه، يبقى عندي كيو بتساوي كيو 1 كيو 2 كيو ان، ده رقم ثابت كونستنت يعني ما بتتغيرش. الاتش توتال اللي هو الهيد لوسز الكلي عباره عن مجموع الهيد لوسز في كل المواسير بقى حسب عدد. فبالتالي عشان نحل المطلوب منا بقى ايه؟ ان انا استبدل الثلاث مواسير دول بماسوره واحده تحل محلها. الثلاث الماسوره دي هيبقى لها طول ال ايكويفلنت اللي هو الطول المكافئ، وهيبقى لها فاي ايكويفلنت. يبقى انا عاوز استبدل الثلاث مواسير دول بماسوره واحده تحل محلهم عند نفس التصرف كيو اللي هو كونستانت، ده تديني الاتش توتال اللي انا حاسبه في الثلاث مواسير. يبقى لو احنا فبالتالي طريقه الحل بقى في حل حاجه زي ديت ان انا بفرض قيمه لكيو. انا عندي مثلا شبكه موجوده في الشارع في مجموعه شوارع، انا اللي انا اعرفه عنها ها ممكن احفر على المواسير اعرف القطر بتاعتها، واعرف ان القطر ده من اول الحته الفلانيه للحته الفلانيه يبقى طوله كذا، لكن ما عنديش تصرف، ما اقدرش، ما فيش حاجه بتقيس لي التصرف في الماسوره، فانا بالتالي التصرف مش معروف، بس اللي انا اعرفه ان التصرف اللي هيمشي في اي ماسوره هو ثابت، فبالتالي بنفرض اي قيمه للتصرف دي ونحسب الهيد لوسز بتاعته، ونفترض يبقى نقول التصرف ده هو تصرف الماسوره المكافئه والهيد لوسز بتاعه برضه هيد لوسز للماسوره المكافئه ونجيب قطرها. يبقى لما نيجي نقول هنجيب ماسوره مكافئه يبقى هنفرض ان الهيد لوسز بتاع الماسوره المكافئه هو نفس الهيد لوسز بتاع مجموعه المواسير عند نفس التصرف.
لو احنا شايفين ده المنحنى بتاع هازم ويليام لمغراف اللي هو 4 خطوط اللي هو التصرف والقطر والاس اللي هو الميل الهيدروليكي والسرعة، وقلنا لما نعرف اي 2 نقدر نجيب الاتنين التانيين، ده اللي شرحناه المحاضرة اللي فاتت. طيب عاوزين نجيب بقى ماسورة مكافئة للـ3 مواسير دول. أول حاجة زي ما قلنا الثابت عندي هنا اللي هو كيو، كيو ثابتة في الـ3 مواسير، يبقى هنفرض قيمة للحاجة الثابتة، وبعد كده نجيب قيمة الفواقد في كل ماسورة. يبقى أول حاجة 1 أسيوم كيو، بنفرض قيمة لكيو بقى، يبقى طريقة قيمة تسهل الحساب 50 متر لتر على الثانية لو مش موجود عندنا. تاني حاجة لكل خط من المواسير الموجود عندي من القانون بقى أو التشارت هنحسب الـ H على أساس إحنا عارفين فرضين كيو اللي هي الكيو أسيوم دي مثلا فرضناها 100، وعندي القطر اللي أنا أعرفه يبقى من فاي وكيو هنجيب اس واحد في الماسورة الأولانية، واس بتساوي اتش على ال يبقى هنجيب اتش واحد غير لوسس في الماسورة الأولانية. عندي فاي 2 للماسورة التانية، وعندي كيو اللي أنا فارضها برضو قلنا مثلا 50 أو 100، أنا فارضها 100، هنفترض 100، يبقى 100 وقطر الماسورة التانية هجيب اس 2، واس 2 هتساوي اتش 2 على ال 2، وطول الماسورة معروف هجيب اتش 2 وكيو 3 وهكذا. يبقى الاتش توتال بقى الفاقد الكلي في المواسير الـ3 مواسير، اتش توتال هيساوي اتش 1 زائد اتش 2 زائد اتش 3، والكيو هي الكيو اسيوم. طب الماسوره المكافئه بقى اللي انا عاوز اجيبها هيمشي فيها نفس التصرف اللي هي كيو اسيوم مع نفس الهيد لوسز، الهيد لوسز اللي هو ايه انا حسبته اللي هو الاتش توتال. يبقى انا دلوقتي الماسوره المكافئه عرفت لها حاجتين، ادي ده المنحنى اللي احنا بنتكلم عليه وده معاكو وفي الامتحان بنديكو نسخة منه. يبقى الايكويفالنت بايب بقى الماسورة المكافئة اللي انا عاوز تحل محل الـ3 مواسير، الكيو ده الكونستنت اللي هي الاسيوم اللي انا فرضها، انا فرضتها 100 خلاص عرفتها. الاس ايكويفالنت هتساوي الاتش ايكويفالنت على ال ايكويفالنت، الاتش ايكويفالنت اللي هو هيساوي الاتش توتال اللي انا حسبته الفاقد في الهيد في مجموعه المواسير، يبقى يساوي اتش توتال اللي انا حسبته قبل كده. يبقى من الاتش ايكويفالنت ده هعوض اقسمه على طول الماسوره المكافئه. يبقى انا مثلا هفرض الماسوره هفرض لها طول يعني يا اما مثلا مجموعه 3 مواسير او في شارع تاني الماسوره هتمشي فيه طوله محدد، يبقى هجيب الاس ايكويفالنت. يبقى من الاس ايكويفالنت وكيو هدخل المنحنى اللي هو ده، عندي الاس اهو وعندي الكيو، هوصل خط ما بينهم هيديني قطر الماسوره المكافئه. حل تاني ممكن افرض قطر، يقول لك ده انا ما عنديش في المخازن الا ماسوره مثلا 600، طيب فبالتالي هفرض الديامتر وعندي الاس ايكويفالنت انا حسبتها، وهندخل المنحنى هنجيب ايه الاس عندي الكيو والدي نجيب الاس ومنها نحسب ال ايكوال. يبقى دي طريقه الحساب بتاع الماسوره المكافئه لمجموعه مواسير على التوالي. عندي مجموعه مواسير على التوالي، نلخص الكلام ده بسرعه، الـ3 مواسير 1 و2 و3، التصرف الماشي في كل ماسوره هو ثابت، المتغير اللي هو الهيد لوسز في كل ماسوره. طب القاعده العامه للمواسير على التوالي ايه؟ ان كيو دي ثابته في الـ3 مواسير، يبقى كيو كونستنت، والاتش هي متغيره، الاتش توتال اللي هي بتساوي اتش واحد مجموع الايه الفواقد في الـ3 مواسير. طيب لما نيجي نحل ان عاوزين ماسوره تحل محل الـ3 مواسير ديت نعمل ايه؟ هنفرض ان قلنا الماسوره المكافئه بتقوم بنفس الوظيفه عند نفس التصرف تدي نفس الهيد لوس، يبقى هنفرض التصرف اللي بيمشي في الماسوره المكافئه هو الكيو اللي ماشيه في الـ3 مواسير. طب والهيد لوسز في الماسوره المكافئه هو مجموع الهيد لوسز في الـ3 مواسير، يبقى الماسوره المكافئه هيبقى تصرفها نفس تصرف
ثلاث مواسير، والهيد لوسز فيها هو نفس الهيد لوسز بتاع الثلاث مواسير. يبقى هنيجي، طب انا ما اعرفش التصرف، يبقى اعمل ايه؟ افرض قيمه للتصرف، افرض اي قيمه بس يكون رقم سهل في الحل، وان انا استخدم المنحنى. قلنا هنفرض كيو متر لتر على الثانيه، من عندي كيو وعندي الماسوره معروف لها الفاي، هندخل المنحنى اللي هو ده من الكيو والديامتر، هنجيب الاس، والاس بتساوي الاتش على ال، يبقى هنجيب الاتش في الماسوره الاولانيه الهيد لوسز، هنجيب الاتش في الماسوره الثانيه، هنجيب الاتش في الماسوره الثالثه. طيب الفاقد الكلي في الهيد في المواسير اللي هو الاتش توتال، مجموع الاتش 1 زائد الاتش 2 زائد الاتش 3. بقى عندي دلوقتي الشبكه الفعليه معروف اللي هي الكيو اسيوم اللي انا فارضها 100 عند الكيو اللي هي 100، ادتني اتش توتال بيساوي كذا. يبقى هنجيب ماسوره مكافئه، هنفرض ان الماسوره ادام الماسوره مكافئه يبقى هتقوم بنفس الوظيفه، يبقى لما يكون فيها التصرف هو ال 100 اللي انا فرضه هيديني نفس الهيد لوسز اللي انا حسبته. يبقى هنيجي الماسوره المكافئه اللي هي كده انا عارف لها، يبقى كيو هو الكيو اسيوم دي اللي انا فرضها اللي هي ال 100، ونحسب لها الاس ايكويفلنت عباره عن الاتش ايكويفلنت اللي هو عباره عن الهيد لوسز لمجموعه المواسير اللي هو الاتش توتال، ومن المنحنى ندخل نجيب ايه؟ القطر بتاع الماسوره المكافئه. هنشوف بقى مثال تطبيق على الكلام ده. مديني ثلاث مواسير على التوالي اللي هو الاكزامبل الواحد، القطر بتاع الماسوره الاولانيه 400، الثانيه 350، الثالثه 300، طول الاولانيه 1650 500. المطلوب عاوز ماسوره مكافئه تحل محل الثلاث مواسير دول. طيب ادام ثلاث مواسير على التوالي الثابت فيهم كيو، واحنا هنفرض الثابت، فانا رحت فرض على طول قلت ايه؟ اسيوم الكونستانت اللي هو كيو بتساوي 100 لتر على الثانيه. هندخل بقى المنحنى الموجود ده اللي هو عندي الثلاث مواسير معروف الماسوره الاولانيه انا فرض كيو ب 100، قطر الماسوره الاولانيه 400، هندخل نجيب اس 1 اللي هي 2.6 في 10 اس ناقص 3، الاس بتساوي الاتش على ال، والاي وطول الماسوره 1000، يبقى هنجيب اتش 1 الهيد لوسز في الماسوره الاولانيه 2.6 متر، نفس الكلام للماسوره الثانيه، نفس الكلام للماسوره الثالثه. بقى عندي اتش 1 واتش 2 واتش 3. طب الفاقد بقى خلال الثلاث مواسير دول مع التصرف اللي انا فرضه اللي هو 100 لتر على الثانيه اللي هو الاتش توتال او الاتش هيساوي 2.6 زائد 3 وربع زائد 6 يبقى 10.85 متر، ده الاتش توتال او الاتش ايكويفلنت. طيب اللي عاوز اجيب بقى ماسوره مكافئه، ممكن افرض القطر مثلا، انا هفرض القطر بتاع الماسوره المكافئه واجيب الطول، يبقى هفرض فاي ايكويفلنت 350 وانا عندي الكيو اللي هي الاسيوم اللي هي ب 100، يبقى اس ايكويفلنت هتساوي 50 في 10 اس ناقص 3، يبقى الاتش ايكويفلنت، والاتش ايكويفلنت معروفه اللي انا حاسبها اللي هي 10.85، وانا عندي الاس بتساوي الاتش على ال، يبقى ال ايكويفلنت هنعوض هيديني طول الماسوره المكافئه 2370. يبقى ادي ماسوره انا فرضت القطر وجبت الطول المكافئ. في طريقه ثانيه ممكن افرض الطول واقول ان الطول ده مثلا مجموع الثلاث مواسير، اقول هيساوي 1000 زائد 650 زائد 500، وندخل المنحنى ونحسب الاس هتساوي اللي هو الاتش ايكويفلنت على الطول واللي هو اللي انا فرضه، هيديني قيمه الاس. بدخل ادخل بكيو واس اجيب فاي، يعني دي طريقه يا اما حسب ما هو محدد لك في المساله او حسب ما انت تختار. واضح المسألة ديت أو الطريقة ديت في حساب المواسير الماسورة مكافئة لمجموعة مواسير على التوالي فيها مشكلة؟ تمام يا دكتور. أنا ماشي بس معاكم بالراحة، وليه؟ إن الطريقة دي اللي أنا بقوله ده
انا ما فيش، مش هيجي في المساله واديك في الامتحان ولا في الواقع هقول لك 3 مواسير ورا بعض احسبهم، لا انا هديك شبكه فيها مواسير على التوالي، مواسير على التوازي، ونبدا نحل ونفرد والكلام ده. فانا عندي مثلا في الحساب لما كنت في اولى ابتدائي باخد ايه الجمع والطرح والضرب، دول مش الاساس. بعد كده استخدمتهم بقى في الرياضيات في حاجات كتير، ان انا دي وسيله. الطريقه اللي انا بقولها دي زي 1 و2، 1 + 1 = 2، يبقى طريقه انا هاخدها بعد كده هحل بيها، ما هياش يعني في ذاتها كده ان مواسير على التوالي، لا انا هديك شبكه على التوالي على التوازي نبدا نبسطها ونحل. فطريقه حساب مواسير على التوالي او على التوازي ديت مش دي المساله، المساله ان انا ابسط الشبكه واحل الشبكه. يا ريت بعد المحاضرة، أنا نزلت لكم المحاضرة ديت على الموقع، يعني حل المسألة دي بنفسك كده والحل موجود عندك وشوف هتعرف تحلها ولا لا. وافرض أنا فارض مثلا كيوب 100، افرض كيوب 50، شوف هل في اختلاف ولا لا. يعني أنا لو فرضت كيوب 50 كيوب 200 هيديني نفس النتيجه في الاخر، هيديني نفس الفاي ونفس ال ايكويفالنت، مش هيبقى في اختلاف. لو لقيت عندك اختلاف يبقى عندك مشكله في الحل، يبقى انت هتدرب نفسك. المساله دي محلوله على كيوب تساوي 100، لا انت حلها على 50 وشوف الحل، لازم يجي نفس الحل، امشي بنفس الخطوات، لازم يديك الايه الفاي ايكويفالنت، هي هي ال ايكويفالنت هو. تاني طريقة عندنا في المواسير المتكافئة المواسير على التوازي. زي ما احنا شايفين عندي 3 مواسير 1 و2 و3، ال3 مواسير دول على التوازي، بيبدأوا من نقطة وينتهوا في نقطة. ايه اللي ممكن نحدده في المواسير دي؟ لو داخل تصرف مقداره كيو، مش التصرف ده هيتقسم على ال3 مواسير، يبقى التصرف بقى في الماسورة الأولانية كيو 1، في الماسورة الثانية كيو 2، في الماسورة الثالثة كيو 3، يبقى كيو توتال هيساوي كيو 1 زائد كيو 2 زائد كيو 3، يبقى التصرف هو اللي انقسم. طب أنا عندي البداية والنهاية، بيبقى في فاقد في الهيد ما بين البداية والنهاية اللي هو الإتش. طيب في الماسورة الأولانية أو الثانية أو الثالثة في اختلاف في الهيد لوسز؟ لا، هنلاقي ان ادام بادئين بنفس النقطة ومنتهيين بنفس النقطة، الكلام ده انت خدته في الهيدروليك، يبقى نفس الهيد لوس. يبقى الهيد لوس في الماسورة رقم 1 هو نفسه في الماسورة رقم 2 هو نفسه في الماسورة رقم 3، يبقى اتش 1 بتساوي اتش 2 بتساوي اتش 3. طيب يبقى القاعدة العامة عندي بقى للمواسير على التوازي ان الاتش توتال بيساوي هو اتش 1 هو اتش 2 هو اتش 3 هو اتش ان، ده ثابت، رقم ثابت. طيب المتغير ايه؟ الكيو، يبقى كيو توتال هتساوي كيو 1 زائد كيو 2 لحد كيو ان حسب عدد المواسير. يبقى دي اختلفت في ايه؟ في الطريقه اللي هم على التوالي كنا بنقول للثابت كيو والمتغير اتش، اتش هي مجموع الفواقد في المواسير لانهم ورا بعض. لكن هنا في التوازي الثابت هو الاتش لان نفس المواسير بتبدا من نفس النقطه وتنتهي في نفس النقطه، ولكن التصرف بينقسم على عدد المواسير. عاوزين نجيب بقى ماسوره مكافاه لل3 مواسير دول. ماسوره مكافاه يعني ايه؟ تحل تقوم بوظيفتهم عند نفس كيو تديني نفس الهيد لوس. يبقى ايه اللي هيحصل؟ احنا هنا بنفرض قيمة الثابت، وقلنا الثابت هنا هو الاتش، يبقى بنفرض قيمة للاتش، يبقى هنفرض قيمة للاتش الهيد لوسز بيساوي، هنفرض برضو رقم سهل، ما تجيش واحد يقول لي هفرضها 25 36 مش عارف 12 ونص، لا افرض مثلا قيمة 10 20 عشان تسهل لي الحسابات. يبقى هنفرض اتش تساوي مثلا 10 او 20، وعارفين ان الاس بتساوي الاتش على ال. لكل بقى ماسوره انا هفرض الاتش واحسب كيو المناظره لها، يعني الماسوره الاولانيه احسب كيو 1، الماسوره الثانيه احسب كيو 2، الماسوره الثالثه احسب كيو 3. يبقى
هنحسب، أنا عندي الماسورة الأولانية عندي اتش واحد هي الاتش اللي هي الأسيوم اللي هي مثلا أنا فرضتها بعشرة، وعندي طول الماسورة يبقى حسبت اس واحد هتساوي اتش واحد على ال واحد، يبقى عندي اس وعندي الديامتر بتاع الماسورة اللي أنا أعرفه، يبقى هندخل المنحنى وهنجيب قيمة لكيو هتبقى كيو واحد. نفس الكلام الماسورة التانية، أنا فارض اتش بعشرة أقسمها على طول الماسورة يبدأ يحسب بقى عندي اس، وعندي قطر الماسورة التانية يبقى هدخل المنحنى وأجيب كيو اتنين، ونفس الكلام لكيو تلاتة. خلي بالك إن المواسير دي اللي أنا أعرفه لها برضو حاجة، أعرف طولها هي ماشية في الشارع الفلاني من النقطة الفلانية للنقطة الفلانية هقيس الطول، هحفر على الماسورة هقيس القطر بتاعها، يبقى الماسورة معروف لها الطول والقطر، لكن لا أعرف لها تصرف ولا أعرف لها سرعة. يبقى بالنسبة للتلات مواسير دول لكل ماسورة أنا فرضت قيمة الثابت اللي هو الـ H وحسبت التصرف في كل ماسورة، يبقى عندي كيو توتال هتساوي كيو واحد زائد كيو اتنين زائد كيو ان تلاتة. طيب يبقى الثلاث مواسير متكافئين، أنا فرضت اتش بعشرة وجبت الكيو اللي هي التصرف اللي بتشيله الثلاث مواسير. طيب يبقى الماسورة المكافئة للثلاث مواسير دي المفروض إيه؟ لما يبقى الهيد لوسز 10 تديني نفس تشيل نفس التصرف اللي هو كيو توتال. يبقى فور اكويفلنت بايب الاتش كونستانت اسيومد اللي انا فارضها مثلا 10، والكيو اكويفلنت هي الكيو توتال اللي هي كيو 1 زائد كيو 2 زائد كيو 3 وهكذا. يا اما بقى عندي طريقتين للحل، يا اما نفرض القطر ونجيب ال L أو نفرض ال L ونجيب ال Q ونجيب القطر. يعني أنا دلوقتي أنا اللي عرفته عندي Q، ولو أنا فرضت ال D يبقى هدخل بال D وال Q D equivalent، هفرض ال D مثلا كقطر من الثلاث أقطار دي واحد أو دي اتنين أو دي تلاتة، وهجيب ايه وانا عندي الكيو ايكويفلنت هجيب الاس، والاس بتساوي الاتش ايكويفلنت على ال، والاتش اللي انا فارضها يبقى هجيب ال ايكويفلنت، او هفرض ال ايكويفلنت اقول ان انا هستبدل الثلاث مواسير دول بماسوره واحده هتمشي مثلا في الشارع الاولاني الشارع الثاني الشارع الثالث، يبقى انا هفرض ال ايكويفلنت وهجيب قطرها، يبقى انا عندي الاس هتساوي الاتش على ال، هدخل بالاس والدي الاس والكيو ايكويفلنت هجيب الدي ايكويفلنت. يبقى دي طريقه حساب المواسير على التوازي، وانا برضه هنوريكم مساله عليها. في اي سؤال في الطريقه دي؟ تمام كده. في شوية حاجات يعني خد بالك تخلي بالك منها، لو جات لك مثلا ثلاث مواسير ورا بعض يقول لك ماسورة واحد ماسورة اتنين ماسورة تلاتة، الماسورة الأولانية طولها 2000 متر وقطرها 400، الماسورة التانية طولها 50 متر وقطرها 400، الماسورة التالتة قطرها 3000 متر طولها 3000 وقطرها 400، يعني القطر ثابت لكن الطول مختلف، وهات لي ماسوره مكافئه لها. نقعد نحسب بقى ونضيع وقتنا ربع ساعه في الامتحان، وفي الاخر لما نحسب هنلاقي القطر المكافئ بيساوي كام؟ حد يقول لي. القطر هو هو والطول هيبقى نفس الطول. يبقى نفس الكلام زي ما قلنا، لو انت عندك كذا ماسوره على بعض بنفس القطر يبقى الماسوره المكافئه لهم هي نفس القطر، يعني بس الطول هو المجمع بتاعها. دي اول نقطه يعني لازم نخلي بالنا منها، ان مثلا بيجي عندنا شبكه في كذا ماسوره ورا بعض، طب ويقعد يحسب لهم بقى مواسير على التوالي ويفرد الكيو ويفرد مش عارف ايه، والاخر يطلع نفس الكود، يبقى انا ضيعت وقت. البريشر زي ما احنا عارفين البار بتساوي 1 كيلو جرام على سنتيمتر مربع بيساوي 10 متر هيد، ده في حساب الضغوط. البريشر ات اني بوينت بيساوي بقى ايه؟ يا اما ارتفاع الخزان العلوي او ارتفاع الهيد بتاع البامب او ارتفاع البوستر بامب
ناقص الهيد لوسيتي لحد النقطة دي من المصدر بتاع النقط. يعني أنا مثلا عاوز أحسب عند نقطة محددة الهيد، طيب بشوف إيه الأساس بتاع المية الضخ بيجي منين، والهيد الأساسي جاي منين. لو هو مثلا الفيت التانك، يبقى أحسب الهيد لوسز من الفيت التانك لحد النقطة ديت، وأطرحه من ارتفاع الخزان العلوي يديني الهيد بتاع النقطة. لو أنا الهيد جاي من بامب، الهاي ليفت بامب اللي هي في الأول، أحسب الفواقد في الشبكة لحد النقطة ديت، وأطرح الفواقد من الهيد بتاع البامب يديني الإيه البريشر عند النقطة دي، وهكذا. يعني دي طريقة حساب الإيه البريشر، لو حد قلنا لك أحسب الإيه الضغط عند نقطة معينة. طيب في نقطة تانية، في بعض المسائل مثلا بنديك شبكة المواسير بس بيبقى في اختلاف في الجراوند ليفل. يعني بنديك قطاع كده نقول لك ايه، هات مواسير مكافئة لمجموعة من المواسير، بس هنلاقي الماسورة الايه في منسوب الارض مش ثابت، مش متساوي، لا في ارتفاعات وانخفاضات. يبقى الهيد بقى عند اي نقطة في الشبكة هيساوي الجراوند ليفل اللي هو منسوب سطح الارض زائد هيد اوف ووتر ارتفاع عمود المية عند النقطة دي. ودي هيبان بقى في تحليل ايه، لو احنا مدينا في شبكة وعاوزين نحسب الهيد عند نقطة محددة. مثال بقى على طريقة المواسير على التوازي، مثال بسيط برضو، ثلاث مواسير على التوازي، الماسورة الأولانية طولها 2000 وقطرها 400، الماسورة الثانية قطرها طولها 1600 وقطرها 300، الماسورة الثالثة طولها 2300 وقطرها 500. عاوز أجيب ماسورة مكافئة للثلاث مواسير دول، وعاوز احسب التصرف اللي هيمشي في الثلاث مواسير دول اذا كان الهيد عند A بيساوي 50 والهيد عند B بيساوي 25. يعني اجيب ماسورة مكافئة للثلاث مواسير واحسب التصرف اللي مر فيها. طب ايه الاساس اللي انا احسب منه التصرف؟ الهيد لوسز ما بين الاول والاخر، ما بين A و B. يبقى الهيد لوسز من ال بي يساوي ايه؟ الفاقد خلال الثلاث مواسير هيساوي الهيد ات ايه اللي هو 50 ناقص الهيد ات بي اللي هو 25، يبقى الهيد لوسز في الشبكه ديت 25. يبقى انا عاوز اجيب ماسوره مكافئه للشبكه دي واحسب التصرف اللي هيمر في الشبكه لما يكون الهيد لوسز 25. طب انا في الثلاث مواسير مش هقدر احسب التصرف، احسبه ازاي؟ لما اجيب ماسوره مكافئه واحده وعندي الهيد لوسز يبقى اقدر احسب التصرف. يبقى للشبكه ديت هنيجي نعمل جدول بسيط زي كده، نقول الماسوره 1 و2 و3 الهيد لوسز للماسوره الاولانيه زي ما احنا عارفين ما بين A وB هو 25، للثانيه برضه 25، للثالثه هو 25. يبقى الاتش زي ما قلنا ثابت، وهنا محدده هو مدهولي، فهو مش هنفرضه، يبقى هنشتغل على 25 طول المواسير كتبناها. طب الاس بتساوي ايه؟ الاس بتساوي الاتش على ال، يبقى الاتش اللي هي ال 25 على طول الماسوره جبنا الاس. طيب قطر الماسوره كام؟ مديني هو القطر 400 و300 و500. يبقى من المنحنى ندخل هذا الوليوم جراف، عندي الاس وعندي الدي، هدخل اجيب التصرف اللي بتشيله كل ايه ماسوره. يبقى كيو بتساوي ايه؟ 200 كيو في الماسوره الاولانيه 235، الثانيه 125، الثالثه 390. طيب التصرف بقى اللي هيمشي في الثلاث مواسير هو عباره عن ايه؟ مجموع التصرف. يبقى كيو هيساوي كيو 1 زائد كيو 2 زائد كيو 3، يبقى هيساوي 750 لتر على الثانيه. يبقى انا دلوقتي قدرت احسب التصرف اللي هو عاوزه في الشبكه. طيب عاوز اجيب الايكويفلنت باي، الاتش هتساوي الاتش ايكويفلنت للماسوره المكافئه برضه هيساوي 25. عشان نجيب الايكويفلنت باي يبقى عندي طريقتين، يبقى هنفرض الطول ونجيب القطر، او هنفرض القطر ونجيب الطول. يبقى الطريقه الاولانيه اسيوم ال ايكويفلنت، مثلا عندي اختار مسار اللي هو الماسوره الثانيه اللي هي 1600 متر، هفترض ان الماسوره المكافئه هتمشي في الشارع ده، يبقى هيبقى طولها 1600 متر. والاس ايكويفلنت هيساوي الهيد لوسز على الاتش اللي هو ال 25 على ال 1600 هتساوي 15.6.
والاس معروفه، والفاي الكويفلنت اللي احنا حاسبينه اللي هو 750، يبقى ده هيديني دي فيها غلطه يعني. الكويفلنت هيبقى 750، يبقى هندخل المنحنى ده وهنجيب الدي اكويفلنت اللي هي 600 مللي. يبقى انا هستبدل الثلاث مواسير دول بماسوره واحده قطرها 600 مللي. الطريقه الثانيه، هنفرض الدي اكويفلنت، يبقى هنفرض مثلا قطر الماسوره المكافئه هنفرضه 400 مللي، وانا عارف ان الكيو اللي هتنقلها برضو هي 750، في غلطه في الرقم، يبقى الاس اكويفلنت هندخل منحنى هتبقى 108 من 1000. الاس اكويفلنت بتساوي اتش على ال، يبقى ال اكويفلنت نجيب الطول المكافئ هيبقى 231 متر. يبقى انا هستبدل الثلاث مواسير دول بماسوره مكافئه طولها 231 متر مع قطر 400 متر. يبقى دي طريقه حل المواسير، ماسورة مكافئة لمجموعة مواسير على التوازي. في برضو أي استفسار في اللونات؟ دكتور معلش سؤال بس، اتفضل. هي الأرقام كده غلط، لأن أنا لما كان عندي القطر كبير كان عندي الطول 1600، إنما أنا لما كان عندي القطر بقى 400 الطول عندي قل، فهو أكيد تقريبا ممكن يكون في أخطاء في الحسبة. لا ما هو الطول 400، لا ما هو كده قال لي ليه بقى؟ كل القاعده بتاعتنا في الايكويفلنت بايب ان الماسوره تدي نفس التصرف عند نفس التصرف تدي نفس الهيد لوس. احنا في هازن ويليام الاس بتساوي الاتش على ال، فمعنى ان انا اطول الماسوره الاس هتقل، فبالتالي الاتش هتزيد. يعني لو الاس ثابت، فلو انا الماسوره طولها زاد يبقى الفواقد هتزيد، فمش هتنقل نفس التصرف. يعني خلي بالك انا قللت القطر فبالتالي الطول لازم يقل. لو انا زودت القطر عشان تديني نفس الفاقد يبقى لازم انا ازود الطول. وصل فين يا دكتور؟ بس هو فرق 200 مللي في القطر، يعني بيقول لي فرق مثلا 5 اضعاف او اكتر، او ممكن 8 اضعاف من خلي الطول. بالك، يعني انت عندك الثلاث مواسير 400 300 500، فانا جبت واحده 600 على الطول الصغير، لان عندك مواسير اكترها كبيره. يعني انا صغرت عندي 2000 وعندي 2300، فانا خدت اصغر مسافه وخدتها كام؟ 600. لكن انا لو خدت الطول اللي هو 2000 كان القطر هيبقى ايه؟ كان هيبقى اكبر من 600. انا قللت القطر الطول، لو انا قللت الطول يبقى القطر لازم يقل، او انا قللت القطر يبقى لازم الطول يقل عشان يديني نفس الفواقد، لان انا لو زودت الطول الفواقد هتزيد، فالقاعده بتاعتي مش هتتحقق. تمام يا دكتور، انا واخد بالي، انا قصدي بس على مثلا انا كان القطر عندي 400 اداني طول 231، ما انا زودت قلت لك القطر. الرقم فيه غلط، يعني احسبها صح. هي الكيو اكويفلنت ما هياش 235، ممكن تكون محسوبه على 235، الكيو اكويفلنت 750، يعني نحلها بقى على الرقم الصح. تمام جدا يا دكتور. هنيجي نتكلم بقى على الطريقه الثانيه اللي هي طريقه التحليل، اللي هي الميثود اوف سيكشن، طريقه القطاعات. الميثود اوف سيكشن او بالعربي كده طريقه القطاعات، ان انا بعمل مجموعه من القطاعات بتقطع شبكه الميه، وبيبقى عندي شبكه مثلا بتاع مدينه، شبكه معقده عاوز احللها، فبروح عامل مجموعه من القطاعات تقطع لي الشبكه في اماكن مختلفه، وادرس القطاعات دي اشوفها سيف ولا غير سيف. طيب يبقى الميثود اوف سيكشن بتستخدم ليه الاول، وهنقول ازاي بنعمل القطاعات وبنختارها ازاي. البرايمري ستادي اون لارج اند كومبلكس سيستم، هي دراسات اوليه للشبكات
الكبيرة والمعقدة. يبقى أنا لو بصمم شبكة لمدينة والشبكة المدينة دي كبيرة والشبكة بتاعتها معقدة وحجمها كبير، فأنا عاوز أحدد أجيب طريقة أفرد بيها الأقطار وأعمل تصميم ابتدائي الأول، فبستخدم طريقة الميثود أوف سيكشن. استيميتنج باي دايمتر فور نيو نتورك، يعني للشبكات الجديده انا طريقه ان انا بتفرد الاقطار بتاع الشبكات الجديده على اساس ان انا تبقى اساس لطريقه اكثر دقه. يبقى انا بالطريقه دي طريقه اوليه ممكن افرد بها الاقطار لطريقه اكثر دقه للتصميم. لو انا عندي شبكه موجوده فعليا وعاوز اشوف الشبكه دي سيف ولا لا اعمل عليها تشيك، يبقى بنستخدم الميثود اوف سيكشن. يبقى طريقه القطاعات هي طريقه بتستخدم لتصميم اولي للشبكات الكبيره والمعقده، طريقه لعمل تشيك على شبكه موجوده فعليا، طريقه لفرض الاقطار بحيث تكون كبيز او اساس لطريقه اكثر دقه في الحسابات. الطريقه دي بتعتمد على حاجتين اساسيين. لو احنا فاكرين في المحاضره اللي فاتت كنا اتكلمنا على ديزاين كريتيريا، وقلنا ان الاس للشبكات المين والسكندري بتتراوح ما بين الواحد وثلاثه في الالف، وقلنا الكلام ده بحيث يبقى التصميم اقتصادي. لو الاس قلت عن واحد يبقى الاقطار هتبقى صغيره، الفواقد الاقطار هتبقى كبيره والتكلفه عاليه. لو اس زادت عن ثلاثه الاقطار هتقل بتاع الشبكه والفواقد في الهيد هتبقى كبيره، فبالتالي انا عاوز تكلفه عاليه للضخ للطرمبات اللي هي بتضخ باستمرار، فبتستهلك هتستهلك طاقه اكبر وعاوز مواسير تكون بتتحمل الضغوط عليها. فقالوا الافضل حاجه تصميم الشبكات الرئيسيه. خلي بالك انا بقول ليه الرئيسيه، الفرعيات ما فيش فيها مشكله في الاس، اللي ده شارع 200 متر 150 متر ما عنديش مشكله فيه، لكن المواسير الفرعيه لما نيجي نتكلم على شبكه مدينه بنتكلم في 150 كيلو او 200 كيلو، يعني 150 الف متر 200 الف متر. فلو الاس بس رحنا فيها شويه زودناها، تخيل كميه الفواقد اللي هتزيد والضخ اللي انا عاوزه. فبالتالي الاس بتبقى من واحد لثلاثه في الالف، ومفضل لما نيجي نشتغل هنا بقى بنشتغل في اتنين بناخد قيمه متوسطه. والسرعه خلال الشبكه بناخدها من 6 من 10 لواحد ونص، قلنا انها ما تقلش عن 6 من 10 وما تزيدش عن 3، لكن الرينج بتاع التصميم من 6 من 10 لواحد ونص، يعني ممكن يشتغل في 1 1.25 متر على الثانية. لو ادي قدامنا كده مخطط لشبكة، انا عندي البامب اهي، وبعدين عندي خط او خطين بينقلوا المية دريفري بايب لحد شبكة المدينة. شبكة المدينة موجودة بالشكل ده، فبنروح مختارين مجموعة عشان الطريقة دي بتحل ازاي، اسمها طريقة القطاعات. يعني بنقطع كده في الشبكة عند مناطق محددة وندرس المناطق دي، فبنسميها ايه الميثود اوف سيكشن او طريقه القطاع. يعني مثلا لو عندي بعد البامب عاوز اشوف الدليفري بايب دي اعمل عليها تشيك او اصممها، باخد قطاع ايه قطع ماسورتين. طب قطاع اول ما المايه دخلت الشبكه بروح واخد ايه قطاع بي بي اللي هو قطاع يقطع لي مجموعه من المواسير. قطع كم ماسوره؟ ادي 1 2 3 4 مواسير. الاربع مواسير دول بيمروا منهم تصرف قد ايه؟ يخدم المساحه اللي بعد القطاع. يعني خلي بالك القطاع ده بقطعه في نقطه بيمر منه تصرف يخدم بقيه المساحه اللي بعده. طب يعني البي بي ده مثلا ممكن بيخدم مساحه حوالي 90% من المدينه. لو الاي اي ده دليفري بايب يبقى بيمر منه كل التصرف، يبقى بيخدم قد ايه المدينه؟ بيخدم 100%. طب جينا عند قطاع اللي هو سي سي ده، هنبص نلاقي مثلا مساحه المدينه اللي بعده حوالي مثلا 70%، يبقى القطاع ده بيمر منه تصرف بيخدم قد ايه المدينه؟ بيخدم 70% من المدينه.
يبقى المساحة، طب عشان نحسب التصرف اللي هو بعد القطاع بنحسب مساحة المدينة اللي بعده ونشوف التصرف عدد السكان اللي فيها ونحسب التصرف اللي هو بعد القطاع، وبعد كده نشوف القطاع ده بيمشي من كام مسار، نعد المواسير اللي هو قطعها، يبقى المواسير دي أقطارها قد إيه، وهل الأقطار دي هتتحمل التصرف ده تشيله ولا لا، وتحقق لي الاس اللي هي من 1 لـ3 في الـ1000، والسرعة اللي هي من 6 من 10 لـ1.5 متر على الثانية. يبقى طريقة القطاعات هي دي طريقة تقريبية لتصميم الشبكات الكبيرة والمعقدة، طريقة بنستخدمها لفرض الأقطار كأساس لطريقة أكثر دقة في التصميم، طريقة لعمل تشيك على شبكة موجودة فعليا نشوفها سيف ولا أنسيف، بتعتمد إن أنا أعمل مجموعة من القطاعات. طب القطاعات دي لما نيجي نعمل قطاعات إيه الأساس فيها؟ أول حاجة إنها القطاعات دي عند أماكن التغيرات في الشبكة، يبقى أنا الأماكن اللي بيحصل فيها تغيرات في التصرف تقطع لي كل شبكة المواسير، يبقى أنا كل مجموعة المواسير لازم يقطعها مجموعة من القطاعات، القطاع ده بيبدأ وينتهي بره الشبكة، ما ينفعش قطاع يبتدي وينتهي داخل الشبكة، يعني السي سي أو البي بي ده يقطع من أول لآخر الشبكة، ما ينفعش إن أنا أجي في النص كده ويقطع. هنيجي نتكلم هنقول الكلام ده بالتفصيل. بالنسبة للميسل اوف سيكشن دي طريقة لتصميم الشبكات المين والسكندري، يبقى بنستخدمها لتصميم الخطوط اللي هي الرئيسية، وزي ما احنا قلنا المرة اللي فاتت ديزاين فلو بتاع الخطوط الرئيسية الكيو ديزاين هي الأكبر من الكيو ماكسيمم ديلي زائد الكيو فاير أو الكيو ماكسيمم هول، يبقى ده التصرف التصميمي اللي هو بيمشي اللي بنشتغل عليه. طيب إيه العوامل اللي بتأثر على اختيار القطاعات؟ أول حاجة بيربنديكيور تو ذا جنرال فلو دايركشن، بيكون عمودي على الاتجاه العام للميه، يعني انا مثلا الميه هي زي ما احنا شايفين اللي مكتوب الفلو دايركشن وفي سهم، طب اتجاه الميه هتمشي فين؟ هتمشي في اتجاه داخل المدينه، هنشوف الاتجاه العام للميه ويبقى ده عمودي عليها. تاني حاجه ات ستارت اوف شينج، ات ستارت اوف ستاديد بايب، يبقى عند اي تغير او في بدايه المواسير اللي انا بدرسها. التصرف في المواسير المقطوعة لازم يبقى اوت فلو، يعني يبقى خارج من القطاع، يبقى لما اعمل قطاع التصرف في المواسير اللي هي بيقطع القطاع بتبقى خارجة من القطاع في اتجاه المدينة. السكشن نيفر ستوبد انسايد ذا نتورك، القطاعات ما بتقفش داخل الايه شبكة المدينة، زي ما احنا كاتب انا كاتب لك برضو تحت يتم اختيار القطاع بحيث يكون عموديا قدر الامكان على اتجاه السريان، يكون القطاع في بدايه تغيير قطاعات المواسير، يعني المواسير حصل فيها تغيير في الاقطار يبقى القطاع عندها لا يتوقف القطاع داخل الشبكه وانما يبدا خارج الشبكه وينتهي خارج، يبقى ديت الاسس اللي انا بختار عليها مجموعه من القطاعات. ازاي بقى نعمل تصميم او تشيك لسيكشن محدد؟ يبقى ديزاين اند تشيك اوف سيكشن، اول حاجه عشان نحسب التصرف يبقى ديترماين لازم نحسب عدد السكان اللي بيخدمهم القطاع، يبقى ديترماين ذا سيرفيس بوبوليشن باي ذا سيكشن البي اس اللي هي البي سيرفيس، اللي طب نحسبها ازاي؟ لو عندي مدينة بتساوي البوبوليشن دينستي اللي هي الكثافة السكانية في السيرفيد اريا باي ذا سيكشن في المساحة المخدومة بالقطاع، يعني أنا مثلا عشان أحسب عدد السكان اللي بيخدمهم القطاع بحسب عندي الكثافة السكانية للمدينة أضربها في المساحة اللي بعد القطاع، يبقى لو أنا عندي قطاع البي بي بقى مثلا قلنا بعد 90% يبقى 90% من المدينة، يبقى المدينة على كذا كيلو في 90%،
في الكثافة السكانية 200 وكذا فرد في الفدان، يبقى حسبت عدد السكان. بعد كده نجيب الكيو، نحسب الكيو افريج، نحسب بقى التصرفات، وبعد كده نحسب كيو ماكسيمم ديلي، كيو ماكسيمم اورلي، والكيو فاير اللي هو تصرفات الحريق، ونحسب الكيو ديزاين. يبقى حسبنا الكيو ديزاين للقطاع. في ناس تانية بتحسب ازاي؟ يقول لك مثلا قطاع البي بي ده بعده 90% من المدينة، انا عدد سكان المدينة كلها كام؟ 100,000 نسمة، يبقى عدد السكان اللي بيخدموا القطاع كام؟ 90%. او واحد يجي يقول لك لا 100,000 نسمة احسب لهم كيو افريج، كيو ماكسيمم ديلي، كيو ماكسيمم اورلي، وكيو فاير، وكيو ديزاين للمدينة كلها، وبعد كده اروح ضاربها لقطاع بي بي اروح ضاربها في 90%، قطاع سي سي اضربها في 70%، وهكذا. يبقى جبت التصرف التصميمي اللي بيمر من القطاع او القطاع ده شايله. بعد كده بعد ما جبت التصرف اللي بيمر من القطاع، هنعد عدد المواسير اللي بيقطعها القطاع، يبقى تابيوليت نمبر اوف باي كاتد باي سيكشن. و يبقى انا مثلا عندي القطاع اللي هو بي بي عندي بيقطع 4 مواسير، ماشي. طب الـ4 مواسير دول خلاص عرفت ان القطاع ايه ايه قط البايب رقم 1 2 3 4. طب الماسوره ديت انا لو في الاول خالص وبصمم دي شبكه لي اوت، ما اعرفش القطر، يبقى هنفرض قطر، يبقى ممكن نفرض قطر الماسوره. طيب نفرضه ازاي؟ احنا مش هندخل في الناحيه التصميميه، يعني هنقولها و لكن مش يعني مش هنبقى نسأل عنها، مش هقول لك صمم بالمسو سيك، هقول لك ايه تشيك. طيب هفرض قطر ازاي؟ هنقول القطاع اللي هو البي بي ده بيمر منه تصرف مقداره مثلا 100 لتر على الثانيه، انا بيقطع 4 مواسير، اشوف مثلا عندي الماسورتين اللي في النص والماسورتين اللي هم في الخارج، هفرض مثلا الماسوره اللي في النص دي كل ماسوره منهم هتشيل 30 لتر على الثانيه، والماسوره اللي في الخارج فوق وتحت هتشيل 20، يبقى دي وزعت ال 100. يبقى من واقع خبرتك ومن واقع شكل الشبكه اللي قدامك وتوقعك ان الميه هتمشي ازاي، الميه دايما بتمشي في المسار الاقرب لها، فبالتالي انا فرضت الايه التصرف، فرضت التصرف في كل ماسوره عندي كيو، هفرض مثلا السرعه في حدود 1 1.5، وهجيب وادخل من الكونتينيوتي ايكويشن كيو بتساوي الايه في الفي، هجيب قطر الماسوره. يبقى انا كده جبت ايه قطر مبدئي، جبت قطر مبدئي. يبقى جبت الماسوره الاولانيه قطرها مثلا 300، الماسوره الثانيه 400، الماسوره الثالثه 400، الماسوره الرابعه 300. يبقى انا كده ايه فرضت اقطار. في مشكله لحد دلوقتي؟ معلش غلطت الاخر جزئيه تاني. يعني عشان لو انا عندي شبكه لي اوت ما فيش فيها اقطار وانا عاوز اصممها تصميم ابتدائي، زي ما قلنا الطريقه دي تصميم اولي، طيب انا عاوز افرض اقطار وتكون قريبه من الحقيقه شويه، فاشوف القطاع ده بيقطع كام ماسوره. فمثلا اقول القطاع بي بي ده قطع 4 مواسير، حسبت التصرف اللي بيمر منه، هنقول مثلا لقيته 100 لتر على الثانية. طب ال 100 لتر دول هيمشوا في الـ4 مواسير ازاي؟ يعني هيبقى بقى بعد كده من واقع خبرتك، من واقع شكل الشبكة اللي قدامك، طب الأكتر هيمشي في الحروف فوق وتحت ولا هيمشي في النص؟ التصرف الأكبر في الـ4 مواسير هيمشي في أنهي ماسورتين أو في أنهي ماسورة؟ في النص، المواسير اللي في النص. طيب حسب السيمترية بقى، يبقى الماسورتين اللي في النص تقريبا زي بعض والماسورتين اللي فوق وتحت زي بعض. طب هنوزع النسبة قد ايه؟ هنفترض مثلا ايه ان الماسورة اللي في النص دول هيشيلوا مثلا كل واحدة 30 لتر، والماسورتين اللي فوق واللي تحت كل واحدة 20 لتر. فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ يبقى انا فرضت تقريبا الميه هتمشي بالشكل ده.
يبقى انا فرضت ان هيمشي في الماسوره اللي في النص 30 والماسوره اللي في الحافه 20. بعد كده عاوز اجيب قطر الماسوره، اجيبه ازاي؟ عندي تصرف معروف، وانا عندي زي ما قلنا في الشريحه اللي قبل كده ان الاس 1 3 في الالف والفي من 6 من 10 ل 1.5. يبقى السرعه هحافظ عليها من 6 من 10. هفرض السرعه مثلا 1 1 وربع، وانا عندي كيو ومعندي هازم ويليام وجراف لو انتوا فاكرين اللي هو ده ممكن منه على طول. انا عندي التصرف اللي انا فرضه فرض 30، وهفرض يا اما افرض السرعه يا اما افرض اس واجيب ايه؟ قطر. يا اما افرض اس مثلا 2 في الالف وهجيب القطر بتاع الماسوره. جبت القطر، يبقى انا دلوقتي جبت قطر الماسوره، ده قطر مبدئي. في مشكله بقى ان انا جبت القطر ازاي؟ لا تمام جدا يا دكتور. يعني انتهينا المنحنى يعني يا دكتور؟ ده من هازن ويليام النوموجراف. ايوه المنحنى ده. من ده يعني. لكن مش فرض انا اللي بفرضه يعني. لا انا عندي، انا فرضت التصرف. زي ما قلت لك بتفرض التصرف حسب ما انت شايف شكل الشبكه، المايه هتمشي ازاي؟ والقاعده بتقول ان المايه بتمشي في اقرب مسار لها. فبالتالي انا هفرض ان ايه في الاقرب مسار هيبقى التصرف اكبر من المسار الابعد. فرضت انا التصرفات. طيب عاوز اجيب قطر الماسوره بقى اللي انا فرضت التصرف فيها. انا قلت عندي قاعده الاس من 1 ل 3 والسرعه من 6 من 10 1.5. هدخل هذه من الجراف عند التصرف، افرض مثلا الاس 2 في الالف واروح موصل بينهم، هيروح مديني القطر. وفي نفس الوقت ابص على السرعه اشوفها في الرينج ولا لا. يبقى انا كده جبت ايه؟ القطر بتاع المواسير. ماشي؟ اللي انا فرضه. وخلي بالك الفرض بتاعك ده هو ده اللي هيحكم الميه بعد كده تمشي زي ما انت فرضت التصرفات، يبقى غالبا الميه هتمشي في نفس المسارات اللي انت فرضها. يبقى انا جبت فرضت اخطار. يبقى القطاع دلوقتي بقى معروف له اخطار، او هنقول ان انا بعمل تشيك على قطاع والقطاع ده فعلي موجود في الطبيعه معروف الاخطار بتاعته. يبقى احنا وصلنا كده لحد دلوقتي لحد نقطه ان القطاع بقى معروف له قطر، سواء انا فارض القطر او القطاع نفسه كان موجود فعلا وانا بعمل عليه تشيك والقطر موجود. يبقى عاوزين نعمل بقى ايه؟ تشيك القطاع ده هيشيل التصرف ولا لا؟ بالقطر اللي انا يا اما القطر اللي انا فرضته او القطر اللي هو ايه موجود فعليا. يبقى بالنسبه للقطاع قلنا القاعده بتاعتنا الاس من 1 ل 3 في الالف، يبقى هنفرض قيمه اس في الرينج من 1 ل 3 في الالف، يبقى هنفرضها مثلا 2 في الالف، ونحسب التصرف اللي هيمر في كل ماسوره. عندي مثلا القطاع ده فيه اربع مواسير، هنحسب التصرف اللي بيمر في كل ماسوره. نحسب التصرف ازاي؟ انا عندي القطر اللي هو موجود سواء انا فرضته او موجود، والاس اللي انا فرضتها اللي هي هفرضها 2 في الالف يديني الكيو اكشوال اللي هو التصرف الفعلي بقى اللي ماشي في الماسوره. يبقى هنرجع للشبكه دي، الماسوره اللي فوق انا فرضت القطر بتاعها هنقول مثلا 400، وهفرض الاس 2 في الالف، فهدخل المنحنى هيديني كيو اللي ماشي فيه. هنزل الماسوره اللي في النص اللي هي هنقول الماسوره دي مثلا قطرها 500، وهفرض الاس 2 في الالف وهدخل المنحنى بتاع هازن ويليام هيديني كيو 2. يبقى التصرف اللي هيمر الفعلي بقى اللي هيمر من القطاع هيساوي كام عشان يحقق لي الاس؟ هو مجموع التصرف اللي هيمر في كل ماسوره. يعني احنا بنمشي بعمليه عكسيه، عندي الاقطار وافرض الاس، بعد ما فرضت الاس هجيب التصرف اللي هيمشي في كل ماسوره. التصرف ده بنسميه الكيو اكشن او التصرف الفعلي اللي بيشيل القطاع. يبقى الكيو اكشن هيساوي سيجما كيو باي
مجموع التصرفات في المواسير اساوي كيو 1 زائد كيو 2 زائد كيو 3. طيب لو انا التشيك بتاعي بقى لقيت نسبة الخطأ بتساوي 10%، يبقى دلوقتي مفيش مشكلة عندي، يبقى الشبكة دي سليمة. يعني مثلا الكيو اكشن اللي انا حسبته، انا افترض ان القطاع ده كان بيمر منه لما انا حسبته في الاول خالص، زي ما قلنا حسبنا السكان اللي بعد القطاع وحسبنا التصرفات، وقلنا القطاع اللي هو بي بي ده بيمر منه 100 لتر على الثانية. بعد كده لما انا شفت المواسير اللي فيه وحسبت لكل ماسورة فرضت الاس 2 في الالف والقطر بتاعها معروف، حسبت التصرف اللي بيمر في كل ماسورة، فحسبت الكيو اكشوال اللي هي المفروض تمشي في القطاع بقى ويكون القطاع سيف مع اس 2 في الالف، لقيت الكيو اكشوال مثلا طلع 95 لتر على الثانية. يبقى القطاع ده سيف ولا انسيف؟ يعني من الاول خالص ان القطاع ده لما حسبت التصرف اللي بيمر منه في حسب عدد السكان اللي هو بيخدمهم والكلام ده لقيته مثلا 100 لتر على الثانية. لما جيت درست القطاع بقى نفسه، كل قطاع في بيئة 4 مواسير، الماسورة الأولانية قطرها كذا والتانية كذا وهكذا، هفرض الاس 2 في الألف وهحسب التصرف اللي بيمشي في كل ماسورة، يبقى ده التصرف الفعلي اللي هيمر من الماسورة. أجمع التصرف الفعلي للأربع مواسير لقيته 95 لتر على الثانية، والمفروض القطاع ده يمر منه كام؟ 100 لتر على الثانية. يبقى عاوزين نقول القطاع ده آمن ولا غير آمن؟ هو في حدود ده 5% آمن. نسبة الأمان دي 10%. ليه بقى؟ أنا فرضت الإس كام؟ 2 في الألف، والإس ممكن تكون من 1 لـ3 في الألف. فهم قالوا لي إن 10% دي بتبقى الإس في الرينج بتاع من 1 لـ3 في الألف، يعني مش هتختلف كتير، سواء زادت يعني ايه المية دول بقى 105 يعني بقى زائد او ناقص 10%. طيب يبقى نحسبها ازاي؟ قلنا بقى نسبة الخطأ هيساوي كيو ديزاين ناقص الكيو اكشن. لو انا عندي الكيو ديزاين اللي هي 100، الكيو اكشن اللي هي 95 اللي انا حسبتها اقسمها على 100، يبقى طلعت نسبة الخطأ 5%. يبقى القطاع ده ايه؟ قدام اقل من 10% يبقى القطاع ده سيف. طب افرض ان انا حسبتها لقيتها طلعت 15% 20%، يبقى الاس بتاعتي في الحالة دي ممكن تكون ايه؟ في الرينج، او ممكن تكون تعدت بقى الواحد او التلاتة في الالف. فيبقى لازم نعمل ايه؟ نكمل بقى التشيك، يبقى نقول القطاع غير سيف. يبقى لو طلعت نسبة الايرور اقل من 10% يبقى خلاص القطاع سيف وقفلنا ونقول للشبكة دي امان. لو النسبة ازيد من 10% لازم نعمل تشيك تاني عشان نقول انها انسيف. يبقى هنعمل ايه؟ يبقى لحد دلوقتي في مشكلة، احنا هنحل برضو مسألة على الايه على الطريقة دي. يعني مشكلة بس دلوقتي يا دكتور، ان احنا يعني هنفرض، يعني احنا ما عندناش الخبره ان احنا نفرض القطاعات الاقطار، يعني زي ما حضرتك قلت كده. ما هو ما انا بقول يعني هتبدا، يعني انا كمساله هجيبها لك في الامتحان، هجيبها هيكون عندك القطاعات مفروضه وعندك الاقطار موجوده ماشي، لكن انت كمهندس هتصمم، انت اللي هتفرض القطاعات وانت اللي هتفرض الايه الاقطار. وقلنا القطاعات بنفرضها بحيث انها تكون عند اماكن التغير في التصرفات، عند اماكن التغير في الاقطار، انها تكون عمودية على اتجاه التصرف. دي القاعدة بتاع القطاعات، انها تقطع لي يعني ايه كل مواسير الشبكة لازم ان يبقى فيه قطاع بيقطعها عشان نصمم. يبقى نعمل مجموعة من القطاعات في الشبكة، ممكن نعمل 100 قطاع 200 قطاع في شبكة عشان تقطع لي، نتأكد ان احنا قطعنا كل المواسير وعملنا تشيك عليه.
طب تمام. فرض القطر ازاي؟ ان انا بعد ما اعمل القطاع بشوف التصرف اللي بيمر منه، والتصرف اللي بيمر من القطاع حسب المساحة اللي بيخدمها القطاع اللي هي المساحة اللي بعده. طيب بوزع التصرف ده على المواسير اللي قاطعها القطاع حسب رؤيتك لاتجاه سريان المية. يعني انا اقول المية الاقرب، المواسير الاقرب هيبقى القطر اكبر وهكذا، او التصرف اللي هتشيله اكبر. وبعد كده فرضت التصرفات هيديني اقطار. الاقطار دي ممكن تنفع او ما تنفعش، ما انا بعمل تشيك بعد كده هيقول لي ما نفعتش. طب اكبرها ولا اصغرها؟ يبقى هنقول ازاي نكبرها او ازاي نصغرها. يبقى نبدا نعدل، يبقى اللي هو التصميم هي ترايل اند ايرور، هي فرض نفرض ونشوف الفرض ده صح ولا لا، لانها مش صح نعدله لحد ما نوصل للصح. يبقى الديزاين هي عمليه ترايل اند ايرور لحد ما نوصل للصح كذا مره. لكن كل ما زادت خبرتك كل ما الفرض بتاعك بيبقى صح. لو انت بقى اتخرجت وشغال في مكتب وصممت كذا شبكه وعندك خبره كويسه، كل ما هتبص تلاقي الفرض بتاعك بيبقى اقرب للصح، ما يبقاش فيه ترايل اند ايرور كتير. طيب احنا وصلنا ان احنا لقينا نسبه الايرور اكتر من 10%. طب عاوزين نشوف الشبكه دي برضه سيف ولا انسيف، مش هنيجي على طول كده ونقول لا انسيف. يبقى الطريقه بتعتمد على ايه؟ ان انا اروح جايب ماسوره مكافئه للقطاع. يعني عندي القطاع اللي هو بي بي ده قطع 4 مواسير، عشان اشتغل على 4 مواسير صعب، فقالوا احسن حاجه اروح جايب ماسوره تكافئ القطاع ده واشتغل عليه. لو طلعت سيف يبقى القطاع سيف، طلعت ان سيف يبقى القطاع ان سيف. يبقى هنقول جيت ذا ايكويفالنت بايب فور ذا كات بايب، هنجيب ماسوره للمواسير المقطوعه بالحال. عندي كيو اكشوال اللي هو التصرف الفعلي اللي احنا حسبناه من الخطوه اللي قبل كده، اللي هو حسبنا تصرف كل ماسوره حسب قطرها وحسب الاس الاثنين في الالف، وجبنا الكيو اكشوال اللي هو سيجما كيو بايب. يبقى انا عندي كيو اكشوال وعندي اس المفروض انها تكون 2 في الالف. هندخل منحنى هازن ويليام بالكيو وبالاس، هنجيب الفاي ايكوفالنت، جبنا قطر الماسوره المكافئه للقطاع. يبقى الفاي ايكوفالنت دي ماسوره مكافئه للايه؟ للقطاع. يبقى نجيب ماسوره ازاي مكافئه للقطاع؟ القطاع ده حسبنا التصرفات الفعليه اللي بتمر منه حسب اقطار المواسير والاس 2 في الالف. هجمع التصرفات ديت، عرفت الكيو اكشن، يو اكشن موجود وافرض اس 2 في الالف، هدخل هازن ويليام اجيب ماسوره مكافئه. يبقى ديت جبنا ماسوره مكافئه للقطاع. لحد دلوقتي في مشكله ازاي جبنا الماسوره المكافئه؟ تمام. بعد كده هناخد الماسوره المكافئه ديت، المفروض ان القطاع ده بيمشي فيه تصرف مقداره ايه؟ اللي هو الكيو ديزاين اللي احنا كنا مثلا بنقول مثلا 100 لتر على الثانيه. يبقى هنمشي في الماسوره ديت الكيو ديزاين ونشوف الايه؟ الاس هتساوي ايه؟ يبقى انا الماسوره المكافئه جبت ماسوره مكافئه قطرها كذا، والتصرف اللي بيمر بقى الفعلي من القطاع اللي هو التصميمي اللي انا حاسبه في الاول خالص حسب عدد السكان اللي بيخدمها القطاع اللي هو الكيو ديزاين اللي هو ال 100 والفاي ايكويفلنت، هندخل هازن ويليام نوموجراف نجيب الاس. لقينا الاس بتساوي في الرينج من 1 ل 3 من 1000، هنقول السكشن ده سيف. لقيناها اقل من 1 او ازيد من 3 يبقى السكشن ده ان سيف ولازم نغير الاقطار بتاعه. يبقى بعد ما جبنا ماسوره مكافئه من القطاع عرفنا ماسوره قطرها كذا اللي هو الفاي كويفلنت، همرر فيها التصرف اللي المفروض يمشي من القطاع اللي هو الكيو ديزاين ومع الفاي كويفلنت هيديني اس. اذا لقيت الاس في الرينج من 1 ل 3 في الالف خلاص يبقى القطاع ده سيف مفيش فيه مشكله. لقيتها اقل من 3 او ازيد من 3 واقل من 1، نعمل ايه؟
يبقى لازم نغير الأقطار. يعني يا دكتور انا امس الاول عشان اجيب الباي كان معايا كيو اكشل وفرضت الاس بتتم من الاخر، ايوه بقيت جاي اخش بالفايل اللي انا جبتها دي وبالكيو اللي هي اللي متصممه بقى، مش اللي هي مش التصرف التصرف التصميمي حسب عدد السكان اللي بيخدمهم القطاع اللي هو مثلا لو في المثال اللي فات ان احنا قلناها 100 مش 95. ايوه تمام، هو جايب منها الاس. ايوه لقينا الاس بقى في الرينج من 1 ل 3 في ال1000 يبقى القطاع ده ام سيف، تمام يبقى هيشيل التصرف ما فيش فيه مشكله، لانها بقى اقل من 1 وازيد من 3 يبقى القطاع ده ان سيف. طب نعمل ايه؟ نقول له نعدل القطاع. نعدله ازاي؟ يا اما نزود اقطار يا اما نقلل اقطار. اذا كانت الاس اقل من 1 يبقى الأقطار كبيرة، يبقى نقلل بعض الأقطار. إذا كانت الإس أزيد من 3 يبقى الأقطار صغيرة، يبقى نكبر بعض الأقطار. يبقى نيجي نشوف مثلا الأربع مواسير، نيجي مثلا إيه نقول إيه نختار ماسورة أو اتنين حسب بقى نسبة الاختلاف بتاع إس. إذا كانت الاختلاف صغير يعني أزيد من 3 بحاجة بسيطة، أقل من 1 بحاجة بسيطة، نقلل مثلا الماسورتين اللي في النص، نزود قطرهم وهكذا. يبقى اذا كانت كيو اكشن اقل من كيو ديزاين يبقى الكيو ديزاين اكبر من كيو اكشن، هنزود الاقطار بتاع المواسير. لو كانت الكيو اكشن اكبر من الكيو ديزاين يبقى المواسير دي هتشيل تصرف اكبر من الكيو ديزاين، لا يبقى نقلل اقطار المواسير. ايوه اللي كان بيتكلم هو معنى التشيك اللي انا عملته دوت اللي هو بتاع الاس ايكوفالنت، معناه كده ان انا هروح اعدل الميول بتاعت المواسير اللي عندي؟ لا لا انا لا، دي المواسير الميه قلنا ما فيش ميول، ده ميل هيدروليكي، ده ملوش، ده بيعتمد على الضغط مش على الارض. تمام 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 ماشي. ايوه لان مواسير الميه اندر بريشر زي ما قلنا، فده ميل هيدروليكي في الشبكه للفوق. فاحنا قلنا ان القطاع بنستبدله بماسوره مكافئه ونشتغل عليها، بنجيبنا قطر الماسوره اللي هو الفاي ايكويفلنت ده من نتيجه الكيو اكشن اللي هو التصرفات اللي بتمشي في المواسير مع وفقا لقطرها عند اس بتساوي 2 في ال1000، ومع الاس 2 في ال1000 هنجيب الفاي ايكويفلنت. مع الفاي ايكويفلنت هناخد القطر ده مع التصرف التصميمي بقى للقطاع وندخل المنحنى نجيب الاس نشوفها كام. اذا كانت في الرينج بتاع من 1 ل 3 في ال1000 يبقى القطاع سيف، لو هي اقل او ازيد يبقى لازم نغير الاقطار. طب انا غيرت الاقطار، عندي الماسورتين اللي في النص كنت انا فارضهم 400، لقيت ان الاس ازيد من 3 هاو خليهم 400، لقيت هم 400 اقول له خليهم 500، يبقى هقول له ايه انكريز مثلا باي بكذا وباي بكذا from 5400 to 5500. طيب خلاص خلص الحل؟ لا، نعمل نفس اللي عملناه من الاول، نعمل ريشيك تاني، عمليه تشيك تاني، يبقى برضو مع القطر ده واس بتساوي 2 في ال1000 اجيب الايه التصرف اللي هتشيل الماسوره الفعلي، واشوف الكيو اكشوال ونسبه الايرور، واجيب ماسوره مكافئه للقطاع واشوفها في الرينج ولا لا. يبقى دي الايه طريقه التشيك. يبقى دي طريقة المثل سيكشن، هي طريقة بسيطة وسهلة بس هي تحتاج انك تحل مسألة او اتنين عليها. بالنسبة بقى يعني بعض الملحوظة، مثلا لو انا جبت لك سيكشن وقلت لك انا عاوز والسيكشن ده معروف الاقطار بتاعته، واقول لك هات لي اقصى تصرف ممكن يشيله القطاع ده، يبقى في الحالة دي لما يعني عندي شبكة ومديك قطاع واقول لك احسب لي التصرف اللي بيمر، اقصى تصرف بيمر ممكن يمر من القطاع ده، فاحنا على طول نروح فرضين قيمة اس باقصى قيمة اللي هي 3 من 1000. يعني دي حاجة بسيطة، لو جات لك مسألة كده وقلت لك احسب اقصى تصرف يمر من القطاع مثلا AA او BB، يبقى نفرض الاس، مش هنفرضها 2 بقى، نفرضها 3 في 1000. تصرفات الحريق
بنعتبرها ثابته في الاماكن اقصى استهلاكيه، يعني مع القطاعات اللي فيها اقصى استهلاك بيبقى تصرف الحريق بناخده قيمه ثابته. بعد ما نعدي بقى مناطق اقصى استهلاكات ممكن نقلل التصرف بتاع الحريق. هنشوف مساله تطبيق بقى على الكلام اللي قلناه، وهي هتوضح الكلام ده اكتر. مديلي شبكه زي اللي احنا شايفينها تحت كده، مديني ادي الفلو دايركشن، مديني قطاع A وقطاع B، مديني اقطار المواسير مثلا 350 350 500 300، والقطاع اللي هو B مثلا كل 200 200 300 200، يبقى دي اقطار المواسير بتاع الشبكه. وعاوز يقول فور ذا سيتي شون تشيك ذا سيكشن، اعمل تشيك بقى للقطاعات AA وBB. عاوز نعمل تشيك القطاع AA وBB اذا كانت السيرفيس بوبوليشن باي سيكشن AA 70% من التوتال بوبوليشن، يبقى سيكشن AA ده بيخدم 70% من عدد السكان. السيرفيس بوبوليشن باي سيكشن BB 20%، التوتال بوبوليشن بتاع المدينه 100,000. ومديني جدول للحريق حسب عدد السكان، يعني عدد السكان مثلا 100,000 40 لتر على الثانية، 50,000 30 لتر، يبقى حسب عدد السكان. هنيجي نعمل تشيك، عاوزين نعمل تشيك على سكشن AA الديزاين فلو عشان نحسب أول حاجة التصرف التصميم. البوبيليشن سيرفت بالقطاع ده 70% من البوبيليشن، يبقى 7/10 في 100,000 اللي هو عدد السكان بتاع المدينة، يبقى 70,000 نسمة. الكيو افريج حسبناها، الكيو ماكسيمم ديلي، الكيو ماكسيمم هورلي، والكيو فاير من الجدول هنا اللي هو 70,000 من هناخدها 40 لتر على السنة. يبقى الكيو ديزاين الأكثر من كيو ماكسيمم ديلي زي الكيو فاير أو الكيو ماكسيمم هورلي 292 زائد 40 او 405، يبقى هناخدها 405 القطر. يبقى ده التصرف التصميمي اللي هيمر من قطاع AA. في مشكله لحد دلوقتي؟ بالنسبه بس يا دكتور للكيو فاير، خدناها على التوتال نمبر ولا على ال 70%؟ يعني انا عندي من ال 50,000 30 وال 100,000 40، فانا الرينج من 50 ل 100 هناخد 40 وهكذا. والازيد من 100 او ازيد من 200 خدها 50، يعني انا خدناها قيمه على الاكبر. تمام جدا. وحسبناها الكيو ديزاين اللي هو الكيو ماكسيمم ديلي زي الكيو فاير او الكيو ماكسيمم وار للسكشن، ولقينا الكيو ماكسيمم وار اكبر اللي هي 405. يبقى سكشن AA ده هيمر منه 405 لتر. 405 لتر دول هيمروا في الاربع مواسير اللي هي 350 و350 و500 و300. طيب عاوزين نحسب التصرف الفعلي بقى اللي هيمر حسب القطر. نفرض الاس زي ما قلنا بكام؟ ب2 في ال1000، يبقى القطاع AA نفرض اس، ومع يبقى هنفرض اس 2 في ال1000. عندي ماسوره واحده 300 ندخل المنحنى مع اس 2 في ال1000 هيديني التصرف بتاع 40 لتر على الثانيه. عندي ماسورتين 350، الماسورة مع 350 وإس 2 في ال1000 هتديني من المنحنى يبقى التصرف 60 لتر على الثانية. عندي ماسورة واحدة 500 ومع إس 2 في ال1000 من المنحنى تصرفها 160، يبقى التصرف الكيو أكشن اللي بيمر بالقطاع ده كله عبارة عن كام؟ 320 لتر على الثانية. يبقى وفقا للمواسير المعطاة والأقطار بتاعتها وإس إنها تكون في رينج 1 لـ3 واللي هي الرينج اللي احنا بنشتغل فيه 2 في ال1000، حسبنا التصرفات اللي هتمر فعليا من المواسير ديت لقيناها 320. حساب التصرف ده فيه مشكلة برضو ولا سهل نحسبه؟ لا تعمل، يعني هي العملية خطوة خطوة كده تلاقيها بسيطة. بعد كده عاوزين نعمل التشيك. اول حاجه نسبه الايرور، لو هي عشان لو هي اقل من 10% نريح دماغنا وخلاص يبقى المساله خلصت. كيو ديزاين ناقص كيو اكشوال على كيو ديزاين. كيو ديزاين 405 ناقص كيو اكشوال اللي هو
320 على 405 طلعت 21%، اكبر من كام؟ من 10%. يبقى لازم نعمل equivalent wire check، لازم نعمل التشيك الثاني اللي هو نجيب صوره مكافئه للقطاع ونعمل له التشيك. طب التشيك بقى بتاع الايكويفالنت بايب الكيو اكشوال بقى كام؟ اللي بيمر من المواسير حسب قطره 320 مش 405. 405 ده التصرف التصميم، لكن اللي هيمر حسب قطر المواسير مع اس 2 في الالف اللي هو 320. هنجيب ندخل المنحنى هنجيب ماسوره مكافئه هيبقى قطرها كام؟ 655 مللي. يبقى الماسوره المكافئه للقطاع ده 655 مللي. طب نشوف بقى الماسوره دي لما يمشي فيها التصرف التصميم اللي هو كيو ديزاين اللي هو 405 الاس هتبقى كام؟ يبقى هنقول الكيو ديزاين 405 والفاي ايكويفالنت اللي انا جبتها 655. ندخل المنحنى بتاع هازم ويليام هنجيب الاس ايكويفالنت اللي هي 3.1 اكبر من 3 في الالف، يبقى العمليه ايه؟ انسيف. يبقى دلوقتي الشبكه دي انسيف وازيد من 3 في الالف، يعني محتاجين نكبر قطر المواسير او نزود ماسوره. نيجي يعني لو المواسير دي موجوده فعليا خلاص بقى انا مش هكبرها، يعني هروح جاي في الشارع ده ماشي ماسوره ثاني. لكن لو انا بصمم اكبر القطر، يعني انا لو انا بصمم شبكه لسه جديده ولسه ما اتنفذتش فبيبقى قدامي الامكانيه خلاص انا اغير القطر لان هيتنفذ. لكن لو هي شبكه موجوده فعلا ومتنفذه والاقطار دي موجوده في الارض، ما مش هقول اكبر بقى اشيل قطر عندي 300 مثلا 350 اخليه 400. طب والخط ده هوديه فين؟ ما هو موجود فعلا. لا انا اقول ايه، ممكن امشي خط زياده في اي شارع من الشوارع دي يوفي لي التصرف المطلوب. فهنيجي بقى نشوف التغير في الشبكه. زي ما قلنا كيو ديزاين اكبر من كيو اكشر او الاس اكبر من 3 في الالف ونيد تو اد بايب، او يعني لازم نزود مواسير او نزود القطر. دلتا كيو بقى اللي عاوزين نضيفها ممكن نحسبها بالطريقه دي، كيو ديزاين ناقص كيو اكشر 405 ناقص 320 في 85 لتر على الثانيه، يعني هنا ناقصه حرف ال لتر على الثانيه. يبقى التصرف اللي انا الزياده عشان اخليها تمشي 2 في الالف 85 لتر، والاس 2 في الالف يبقى انا هجيب فاي ايكوفلنت ماسوره 400. يبقى انا ازود ماسوره قطرها 400 ملي في اي شارع من الشوارع ديت ويبقى الشبكه بتاعتي سيف. يبقى وي شود يوز ان اديشنال بايب اوف فاي 400 ملي. لكن لو انا بصمم من جديد ممكن اقول بقى ايه، غير القطر بتاع 350 خليه 500 واحسب واحسب التصرف الاكشوال واحسب نسبه الايرور وهكذا. طب يا دكتور ايوه، نفرض ان في الصفحه اللي فاتت اخر خطوه خالص لو الاس طلعت ب 3% كده هتبقى سيف. الصوت مش 3 في الالف كده هتبقى سيف. لو اس 3 في الالف خلاص. بس القطر مكتوب 655، هل القطر ده موجود في الطبيعه ان انا اسيبه كده ولا اعمل كده؟ لا القطر الايكوفلنت ده قطر تخيلي، مفيش قطر 655. انا بشتغل عليه بحسابات بس. تمام ده القطر اللي هو بيحل محل القطاع، ده قطر تخيلي للحساب. فانا اشتغلت عليه وحسبت الاس، لو لقيت الاس بقى قيمتها 2.9 خلاص يبقى القطاع سيف مش هغير حاجه. تمام. طب لقيته كده ان انا ازود قطر بقى ازيد من 3 هزود الاقطار، يا اما اضيف قطر، لو هضيف قطر اشوف التصرف الزياده كام الفرق واجيب قطر المكافئ له، يعني بالتصرف زي ما انا عملت كده اروح جايب قطر كده. لو انا هزود قطر لو دي شبكه موجوده فعليا اشوف الفرق ما بين التصرف كيو ديزاين وكيو اكشن واروح مع اس 2 في الالف واروح جايب قطر مكافئ له، وفي الحاله دي اخليه قطر ايه، هلاقيه مثلا 300 وحاجه اخليه اقربه لاقرب رقم صحيح اللي هو 400 حتى لقيت التصرف اتغير بقى 87.
ففي الحالة دي خلاص هزود قطر 400. لكن لو هو تصرف جديد هنعمل ايه؟ يعني شبكة جديدة، ممكن اقول له انا عندي الاقطار، عندي مثلا 350 و500 و300، ممكن اقول له زود ال 350 اللي في النص ده خليه 500، بروح اعمل نفس الحسابات اللي هي دي برضو، اعمل حساب الاكشوال فلو، هيبقى عندي واحده 300 ومفيش بقى 350 وفي 2500، يبقى مثلا في الحاله دي ال 2500 في 160 ب 320، وعندي واحده 340 يبقى 460، يبقى قربت 360 قربت من 405. لما نعمل التشيك يبقى 405 ناقص 360 على فيو ديزاين هنلاقيها مثلا ايه، هتطلع لي رقم، لقيناها مثلا في الرينج ماشي، ما طلعتش في الرينج يبقى نبدا نحسبها. يعني مثلا نقول 405 360 على 405 11%، يبقى الفرض بتاعي انها ايه، ازيد من 10%، يبقى نجيب ماسوره مكافاه ونجيب الكو اكشوال الجديده اللي هي 360. عشان بس يا دكتور حضرتك ناسي ماسوره بس 350، لكن هي كيف هتبقى 320 ايوه هيبقى في 420، يعني يبقى سيف، يبقى كده ايه دخلنا عليها اقل من 10% زياده خلاص. يبقى يعني انا بقول لك ايه، دي طريقه حل لو انا بحل شبكه من جديد، يعني شبكه بصممها، لو هي قايمه بشوف الفرق زي ما انا عملت في الخطوه اللي بعد كده، الفرق ما بين الكيو ديزاين والكيو اكشن، واجيب له ماسوره واحطها في اي شيء. مظبوط تمام. سيكشن بي بي نفس الكلام ونفس الحل كده. احنا خلصنا المحاضرة بتاع النهاردة، يعني ياريت انتو عندك المسألة اهي، سواء في الإكويفلنت باي، مسألتين بتوع الإكويفلنت باي والمسألة دي حاولوا تحلوها. بتاع الإكويفلنت بس غير الفرض بتاع الكيو والإتش عشان وشوف في فرق ولا لا، على اساس بعد كده مسائل الايكوفلنت بتبقى مساله مركبه، والميزو سيكشن هي نفس يعني ما بتخرجش عن المساله اللي هي موجوده قدامك دي، وكطريقه تصميم وكطريقه ايه تشيك على مساله الجزء ده. وبعدين عندك برضه في الامتحان عندك مساله او اثنين ايكوفلنت، يعني جزء اساسي اللي هو الايكويفلنت دي، هينزل لك الشيت هتشوف بقى في المسائل بتاع الايكويفلنت بالشكل بتاعها، وعندك مساله بتاع الميثود اوف سيكشن، مساله يعني ده جزء اساسي عندك، دول ايه في الامتحان. الايكويفلنت بايب بيجي لك غالبا مساله او اثنين، والميثود اوف سيكشن بتجي لك مساله. الميد ترم ان شاء الله هيبقى لك مساله، هيبقى فيك لحد الايكويفلنت مثلا لحد ايه. فالميد ترم بتاعك وقت ايه حدد للميد ترم الاسبوع اللي بعد العيد على طول يا دكتور؟ يعني اللي بعد العيد، ما هو العيد هيبقى يوم خميس هيبدا الميد ترم، بقى الميد ترم هيبقى السبت اللي بعد العيد. يعني بعده ماشي، يعني اجازه العيد تخلص باسبوع، بالاسبوع اللي هيبقى فيه الاجازه دوت وهتاخد. انتوا وصلتوا في السكاش لحد فين؟ خدنا الايكويفلنت بايب. الايكويفلنت بايب في التوازي والتوالي دول، هو سابع المحاضره. يعني عموما الايكويفلنت بايب يعني في الميد ترم هيبقى اللي هيجي لك لحد الايكوفلنت بايب، يعني الايكوفلنت بايب الجزء بتاع الايكوفلنت بايب ده معاك في الايه في الميد ترم، اللي هو يعني ان شاء الله اخرنا النهارده كده صح، في الميد ترم. الميد ترم سيكشن لا،
تمام، يعني اخر حاجه اللي هي التولي والتوازي في المسائل ايوه بتاعت. اللي هي الكوفيرنت الطبيعي. يبقى انت تشوف بقى الايه مسائل الشيت والكلام ده، اجي لك مساله منهم ان شاء الله. طب وهيبقى في مسائل تانية يا دكتور ولا حاجة تانية في ما ممكن هيبقى في مسائل بقى زي كده؟ وفي البوبيليشن والكلام الجزء الاولاني. تمام. وبالنسبة للنظر يا دكتور، بس هيبقى ما هو النظري اللي احنا قايلينه بقى، يعني ممكن التايب اوف فايب، البرايمري ستادي، يعني احنا اعتقد يعني ايه لما بنيجي نتكلم حتى في المواسير في التايب اوف فايب او البايب ماتيريال، هقول لك نوعين، انت بقى تكون حافظ نوعين تكتبهم، مش هقول لك اكتب لي 100 نوع يعني. يعني ايوه ايه؟ يا ريت كده. تمام. يعني احدد لك مثلا، مش هقول لك كل التايب اوف فايب، يعني عندي 7 8 انواع، انا اقول لك مثلا اتكلم عن نوعين او 3 انواع وهكذا، مميزاتهم وعيوبهم والكلام. نوعين حلوين يا دكتور لحسن الكتابة، والله بتاخد وقت ما بنلحقش نخلص الامتحان. يعني ان شاء الله، والدراسات الاوليه يعني احنا المنهج لحد دلوقتي ماشي يعني معقول. اول حاجه عندك الكوفلنت بايب كمسائل، دي اللي محتاجه تركيز كويس. تمام يا دكتور. هيكون في بونص بعدك يا دكتور زي الترم اللي فات؟ ان شاء الله، ربنا يسهل ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. في اجازه بقى يا دكتور الاسبوع الجاي؟ يعني في ناس فيهم عندهم مشكله ولا كله زي ما هو متوقع؟ لا الدرجات حلوه. الدرجات حلوه يا دكتور. طب الحمد لله. يعني احنا في الامتحان كنا يعني في التصحيح يعني حاولنا برضو نتساهل، والدرجات الزيادة اللي كنا مدينها، وإن شاء الله ما فيش مشكلة برضو هنا في المدرسة كده احنا